ينزل ولو كان حرام لنهينا عنه. وهذا يدل على أنه يعني من الأمور التي أقرنا يعني أقرنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأنه لا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم. لو كان العزل محرم والقرآن ينزل، يعني التشريع، التشريع موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرهم على شيء محرم، لو كان حرام لنهينا عنه، كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان حرام لنهينا عنه. قال فلا يفعل، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعل ذلك أحدكم، بل قال لما يفعل ذلك أحدكم، يستفسر، يستفسر. وهذه انظروا يا أخوة كم مر معنا حديث، كم مر معنا حديث، حديث هذه الأحاديث التي مرت نستفيد منها فائدة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول في الملاعنة يقول والله يعلم أن أحدكما كاذب، الله، الله ما قال وأنا أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعي علم الغيب. هذه هنا فائدة، ما أدري هل ترجمت، ما شرحنا هذه، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. هنا مسألة مهمة، أنه دعاهما للتوبة، لكن لا بد أن يفرق بينهما، هذه التوبة لأن التوبة تجب ما قبلها، هذا التوبة لهم الآن، لكن لا بد أن يفرق بينهما. فقوله فهل منكما من تائب ثلاثا، لو تاب لا يجوز أن يعاد، ما يقال أنهم إذا تاب وندم خلاص ارجعوا تزوج، لا خلاص، فيفرق بينهما ولو تاب. التوبة هذه لهما، يعني نعم سبحان الله، الشيء بالشيء يذكر، رجعنا إليه نعم فذكرنا. المهم هذه الأحاديث كلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما، أيضا في حديث عتبة في ولدي يعني عبد بن زمعة، في ولدي زمعة الذي ولد على فراشه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. هذه الأحاديث كلها تدل على عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، وأن الغيب هذا لله سبحانه وتعالى، وهو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. هذه فائدة مهمة جدا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهو شيء أمامه، فكيف لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله البصيري في البردة، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علومك، يعني من بعض علومك علم اللوح والقلم، اللوح الذي فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. جارية تقول وفينا نبي الله يعلم ما في غد، حديث البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله، ما لا يعلم ما في غد إلا الله، فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بصيري ويقول ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا غلو، ما بعده غلو، نسأل الله السلام والعافية. نعم فإذا هذا الحديث يدلنا، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لما لا يفعل أحدكم، فإنه ليست نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العلاج والنزع والعزل لا يمنع من وقوع الحمل، لأن ليس من كل المني، حديث مسلم، ليس من كل المني يكون الحمل أو يكون الولد، هذا الحديث لفظه، ليس من كل المني يكون الولد، المني يكون من الولد، يكون من شيء من المني، يعني يذكرون الأطباء اليوم ملايين الأشياء التي يعني تبث، وإنما يقع لواحدة، يقدر الله عز وجل لواحدة، فاللقاح وهو الذي يلقح. فلذلك وهذا من الأمور الدلائل النبوة، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من كل المني يكون الولد، والآن الطب يقول هذا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كل المني يكون الولد. نعم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقه، الله الذي يجعل ذلك ولو عزل، فلعله يعزل بعد أن يخرج شيء يسير فيقع منه الولد، فلذلك لا يجوز له أن يشك، يقول كيف أنا أعزل وأنا كذا ثم زوجتي ولدت أو حملت، بالأصح حملت، فهذا لا يجوز، وهذا يعني هذا شيء قدره الله عز وجل، فلا يجوز إنسان أن يدخل على نفسه الشك، ولو استخدم واقي كما يقول أو كذا إلى غير ذلك، فإنه إذا أراد الله أن يكون فإنه يكون، ولو شيء يسير، ولو شيء يسير
يعني يعلق فإنه يكون منه الولد. نعم. وحديث آخر عند في الصحيحين: ما من نسمة، هذا حديث في الصحيحين أيضا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. نعم. And then the author brought the narration from Sa'id, Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, that he said that we used to azl at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We mentioned it to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, why does one of you do that? He did not say don't do that. He said, why would one of you do that? Because no soul that is created except that Allah is its creator. No soul is created except that Allah is his creator. Here, al-azl is that a person would go into his wife and then come out and then have excretion of the semen outside of his wife. He would ejaculate outside the wife. So here, why did they do that? They used to do that with their slave girl, not with their married wife, not with the free wife. Why did they do that with the slave girl? Why? Because they wanted to be able to sell her later. But if she had a child from him, then he would not be able to sell her. And also, she would inherit from him if he died. So that's why they did not want to have a child from the slave girl. But what happens after... إذا مات فإنها تعتق. Yeah, I'm sorry. لأنها ابنها ما يكون سيدها. He said, yeah. لذلك في حديث أن تلد الأمة ربتها، يعني ذكروا أن من هذا المعاني أن يكون يعني سيدها ولد، لكن الصحيح أن العقوق، الصحيح أن هذا الحديث المقصود به كثرة العقوق في آخر الزمن، وأنه من أشياء الساعة كما ذكر الحافظ بن حجر. نعم. So he said why they did that. So first of all, that they would not be able to sell the slave girl after. The second reason, because if the man died, then the slave girl would be freed. Why? Because there's a child now, that child is a free child. He cannot be the master of his mother. So the mother has to be set free also. So as far as the scholars say, the free wife, the wife, she can, you cannot do azl with her except by her permission. That's her right you're taking away. And another narration, they said, we used to do the azl while the Qur'an was being revealed. وهو الحديث الذي سيأتي، حديث جابر، كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. Yeah, and then if it was something that was prohibited, then the Qur'an would have prohibited us from it. Meaning they understood that this is something agreed with. It's allowed because if it was not allowed at the time of the legislation, any action they're doing would be prohibited. And if it was not prohibited, then it's allowed. They understood this. But the Prophet ﷺ asked, why do they do that? Why would one of you do that? So here, going back, with this, we benefit from this hadith and all the previous hadith we took in this chapter, that the Prophet ﷺ does not know the unseen. He does not know the unseen in this hadith. Also the hadith of the first hadith, the La'an, he did not know which one of them is telling the truth. The husband who accused the wife, or the wife who's saying, no, I didn't do adultery. He didn't know. That's why he said in the hadith at the end, by Allah, indeed Allah knows that one of you two is lying. I mean, after the lying took place. So repent to Allah. So the Nabi sallallahu alayhi wa sallam la ya'lam. Qala Allah hadhi ya'lam. So the point is that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam didn't know. He said, Allah knows. That's the point. Also, we benefit from this, we didn't mention earlier, that the tawbah, even after the la'an takes place, now they cannot come back together. Now they're separated forever. But they can still repent from the lie. One of them is lying. One of them has to repent. They're still the sin. So they have to repent, one of them. And also the hadith of the son of Zuma'ah, and other than that. And the point is that if the Prophet ﷺ didn't know these matters, and they were happening in front of him, in his life, in front of him, what do you think about what Al-Busayri said in the poem that the Prophet knows
the knowledge of the tablet, the preserved tablet, the pen, the preserved tablet, this is everything. Everything that happens and created, this is in the preserved tablet. This is extreme saying about the Prophet that he knows the unseen. He doesn't know what's in front of him. How can he know that which is forever and ever great? And so then the point is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, anything that Allah decrees to be created, it will be created. Just that you do the azan and you take this means, that doesn't mean that the woman won't get pregnant. She can still get pregnant. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in Hadith Muslim, that there's not, the child does not come from all of the semen. Meaning that a part of the semen, not all the, you don't need all the semen to create the child. And this, the doctors today, they say that the man, he produces many, many sperm, millions of sperm. And each time he has relation, and only one of them is the one that inoculates the egg and causes the baby. And this is from the signs of prophethood. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said this before, that this is true, and the doctors today just now are discovering. ومن هنا تبدأ نعمة الله عليك أنك اختارك الله عز وجل من هذه الملايين التي يعني دخلت إلى رحم الأم. من هنا تبدأ نعمة الله عليك أن الله اختارك من هذه الملايين التي دخلت إلى رحم الأم، فاختارك الله عز وجل. فاعلم واعرف قدر هذه النعمة. And here from this you know the how much is the blessing of Allah upon you, that Allah chose you from all these millions of sperm, that you are the one, that sperm that was in the womb of your mother got to be chosen, and you are who you are by the permission of Allah. So the point is that the point of the author bringing the hadith is that a person, when his wife, he practices azl with his wife, and then, or with the, you know, girl, with his wife, and then the wife gets pregnant afterwards. He shouldn't have a doubt. How could she be pregnant when I took the means? No, this is something Allah decreed. These means may or may not work. Just as a person may take other means, birth control. Birth control are not 100%. She may still get pregnant. So it should not be doubtful. Perhaps, you know, this, she was with someone else or this. No, don't have doubt. This is something that can happen, as in this narration. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. وهذا يعني كما مر الكلام عنه، وإذا هو من أدلة العلو، من أدلة علو الله على خلقه. والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم. Next hadith, وهذا مر الكلام عنه. This hadith you mentioned before, that they said we used to practice the azal when the Quran was sent down. And if it was prohibited, then the Prophet ﷺ, then the Quran would have prohibited us from it. This is from the proofs of the highness of Allah عز وجل, because the Quran is sent down from Him. وهذا يدل على الجواز. هذا يدل على الجواز. يعني أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وليس كل، انتبهوا لهذه المسألة. ليس كل شيء أقر النبي صلى الله عليه وسلم جوازه كان مستحبا. فالعزل ليس مستحب. وهنا يأتي خلط بين عند بعض طلاب العلم أو عند بعض الإخوة، يخلطون بين السنة التقريرية وبين ما يجوز فعله. فمثلا الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد قبل كل ركوع، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن هل هو سنة؟ هل يقال هذه سنة تقريرية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الفعل. يجوز إنسان أن يقرأ أكثر من سورة، لكن هل هذا فعله سنة؟ لا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، لو فعله لكان سنة، ولو أقره يعني وحث عليه لكان سنة. إذن فعله الخاتم يدل على الجواز، لا يدل على السنية. إذن في أشياء وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم جوازاً وليس استحبابا. هذا الكي آخر العلاج الكي، وإني أكره الكي، يعني جوازا. ففرق بين السنة التقريرية ويقال سنة، وبين ما يجوز فعله، ما يجوز فعله وقد لا يستحب أيضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقره لكنه لا يستحب ابتداء مثل الكي. نعم.